ابدع وتالق من 2001 حتى 2006، لعب 244 مباراه، وغمزه طبعا لجمال مبارك والمتابعين. مشاهدينا الكرام، وجها لوجه جمال وزيزو، يتفوق زيزو دفاعي وروعه بدايات ابوه بدا مع كان، ثم بوردو، ثم اليوفي، وادي لوكاس كمان. لا 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 لا، مين قال ان زيدان اعتزل؟ زيدان لم يعتزل، زيدان حاضر، زيدان مستمر. لوكا ابن زيدان الاصغر بمهاراته وانطلاقاته واختراقاته ومهاراته ملي حياته، يوم ورا يوم عماله بتكبر ومتعه كبيره. انزو ابن زيدان مهارته الجميله رايح جاي مع جمال. زيزو قال لجمال مبارك انا مش هاجي لك، هبعت لك ولادي. وجا عملها لنفسه بشكل كويس من فوق جمال مبارك، لكن زيزو ينقل. يا لعيب يا كبير في صناعه المتعه باع. الله عليك، تسلم رجليك يا متعه. لكن برافو حارس المرمى. بينما الان التواصل مستمر، محمد جراغ النجم الدولي الكويتي الى انزو. يا لا لا، ده كلهم باربع عيون. لا 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 لا، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ انزو مره، لوكا مره، زيدان وعائله زيزو روعه في كل مره. اي ابداع، اي امتاع، الاسره كلها ملكه للابداع. كعب رجل ولا اروع، يا جماله يا جماله. مثلثات، مربعات، شبه مستنحرفات. قدرة زيزو بعدما كان بالامس هناك في دبي. زيدان تاني، خدمة توصيل الطلبات للمنازل، واي توصيل واي منازل، والله ابدا ما يتنازل عن الابداع والمتعة. وينجح لوكا في احراز الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-2 لصالح عائلة زيزو. على طبق من فضه وذهب وياقوت ومرجان، نجم الكويت ونجم النادي العربي اللي عدل عن قرار اعتزاله اللعب خلاص بقى. لا 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 لا، هو صانع المتعه، هو صانع البهجه، هكذا قال مارادونا. قال انه لم يعتزل فقط عن اللعب، فهو مصدر للسعاده، بل سيعتزل عن اعطاء البهجه والسعاده للناس. والله هي دي السعاده. يا لا 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 لا، انت اناني يا زيزو. معقوله تحتفظ بكل هذه القيم؟ دي ستيفانو قال على زيدان انه يعطي للذهاب للاستاد قيمه. جاب جمال مبارك، قال له تعالى اتفضل. شايف انا بدا جمال يلعب مع زيدان مان تو مان. زيدان مولا. في لقاء تاريخي بهذا الحجم وهذا الشكل. شكرا لصالح الحميدي وخالد الروضان ودورة الروضان لاستحضار هذا النجم الكبير وحضرة هذا النجم الكبير. لا يا انزو، لا مالكش حق. انزو ابن زيدان، انزو زيدان يرفع الرصيد الى 4 اهداف عدى عمر اوفاك، وبكل بساطة وسهولة شاط. اي انسيابية، اي مهارة فردية، اي قدرات تهديفية. بص شوف ابن زيزو بيعمل ايه. عائلة زيزو تتقدم. ابن زيدان سبحان الله، وش رجلهم زي بطن رجلهم، زي ظهر رجلهم، زي كعب رجلهم، سبحان الله. وكأنه بمسك الكرة بإيديهم. يا لعي، خدمة توصيل الطلبات للمنازل تاني، وضربة جزاء لصالح عائلة زيزو. توب دائما يتصدى في المواقف، سجل في البرتغال لن ننسى في كأس العالم، عملها وكلمته قالها. سجل زيزو في مرمى علي زمان ليحسب في تاريخ علي زمان أن دخل مرمى هدف من زيزو. يعني علي زمان قال لك انا لو صديتها طبعا تاريخي، ولو دخل المرمى هدف تاريخي. جمال مبارك بيضغط بقوه لكن ياخدها على طول. لوكا الى انزو مع زيدان. لا 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 ما نعرفش ازاي وامتى هيجينا زيزو تاني. بص شوف الولد على طريقة ابوه. نعم نعم، خدمة توصيل الطلبات، فوز الوينر منتاليتي يا جماعة، جزء مهم جدا. لا 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 لا، ايه يا ولد، ايه يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده؟ ولكن لا زال يحتفظ بامكانات بدنية كبيرة والمهارة حاضرة. لوكا وانزو انتزعوا الاهات من المدرجات، وامامهم النجم. ادي محمد جراغ، لكن هاتوا خط، وعلى طول على طول لوكا يسجل بمباراة. دودو يسجل ولا اروع في الوقت اللي محمد الطاني بيعد لنا هجمه للوكا.